نبدأ فقرتنا غير الخبر كالعادة مع نهارك زملكاوي وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك انتظام مجموعة اللاعبين العائدين لنادي الزمالك من الإعارة استعدادا للفترة اللي جاية. انتظم يوسف أوباما وطبعا صانع ألعاب الفريق محمود علاء، أحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، وكمان أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب وسط الفريق. جه انتظام اللاعبين في التدريبات بعد انتهاء اعارتهم لبعض الانديه اللي كانوا بيتواجدوا فيها، طبعا كانوا متواجدين فيها على سبيل الاعاره من نادي الزمالك في الموسم الماضي. كمان وضع الجهاز الفني للفريق برنامج تاهيلي خاص للاعبين على هامش المران استعدادا للمشاركه في البطوله العربيه، وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز الفني، وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من خلال أداء التدريبات التأهيلية خاصة مع عودة الفريق من فترة راحة سلبية كانت لمدة 5 أيام. كمان عقد الكولومبي خوان كارلوس اسوريو المدير الفني للفريق جلسه مع اللاعبين على هامش المران بمقر النادي، وشهدت الجلسه الحديث بين المدير الفني واللاعبين في العديد من الامور الخاصه بالفتره المقبله. ده كان في حضور اعضاء الجهاز المعاون بالفريق، وطلب اسوريو من اللعيبه التركيز خلال الفتره الحاليه استعدادا للمباريات المقبله، واكد كمان اسوريو للاعبين ان الجميع عليه مسؤوليات مهمة جدا خلال الفترة المقبلة. أدى عمرو السيسي لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، وده وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة اللي كان بيعاني منها مؤخرا في كاحل القدم. وشارك اللاعب في جزء من المران حيث خاض الحصة التأهيلية بصحبة زملائه في البداية قبل ما يؤدي تدريبات تأهيلية بشكل منفرد. انتظم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، وشارك دونجا في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة اللي كان بيعاني منها خلال الفترة اللي فاتت في العضلة الخلفية، وغاب بسببها عن المشاركة في معظم المباريات. وخاض اللاعب حصة تأهيلية والفقرة الخططية وجزء من التقسيمة الفنية، ووفقا للبرنامج المخصص ليه للمشاركة مع الفريق بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي. كمان تواجد كابتن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق بمقر النادي، ويحضر كابتن عبد الشافي من أجل مؤازرة الفريق الأول قبل انطلاق البطولة العربية في الفترة المقبلة. وحرص أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على تحية كابتن شيفو والإطمئنان عليه، وطبعا دي مش غريبة على كابتن محمد عبد الشافي، دايما إنه دايما بيدعم الفريق، ودايما هو بره الملعب وجوه الملعب لاعب ملتزم ودايما بيدعم نادي الزمالك. نروح كمان لمران الفريق اللي شهد مشاركه سيد عبد الله نيمار الجناح الهجومي للفريق اللي شارك في جزء من المران استعدادا للبطوله العربيه. ده طبعا وفقا للبرنامج الموضوع لنيمار بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي نتيجه الاصابه اللي تعرض ليها سيد نيمار في العضله الخلفيه اللي كان بيعاني منها اللاعب. شارك نيمار في الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية، ولم يشارك في التقسيمة الفنية وفقا للبرنامج الموضوع ليه. سلامات يا نيمار، وإن شاء الله نيمار يرجع أفضل من الأول، وإن شاء الله يلحق مع الفريق السفر للبطولة العربية. كمان أدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران بمقر النادي تحت قيادة أسوريو.
شهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب بجانب أدوار خططية خاصة لبعض اللاعبين داخل المستطيل الأخضر. عقب انتهاء الفقرة الخططية خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور اللي تم التدريب عليها في التدريبات. كده تكون انتهت اخبار فريقنا. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان نادي الزمالك يروح البطوله العربيه ويؤدي اداء كويس جدا. مجموعه اللعيبه اللي رايحه ان شاء الله باذن الله يروحوا ويؤدوا ويعملوا 200% زي ما قلنا امبارح كده من مجهودهم ان شاء الله مع الفريق.